شغل روشين، خليني أبدأ معاك الأول. عايزة أعرف يعني أو أتكلم معاك عن الدين الإسلامي في روسيا وإزاي هو جزء من الهوية والتراث الروسي. صحيح، دين الإسلام في روسيا دين التقليدي، وهذا ما مكتوب حتى في قانون روسيا أن أربط الأديان إسلام، مسيحية، أرثوذكسية، ويهودية والبوذية هي أديان التقليدية لبلادنا. وإسلام في روسيا دين هو دين التاريخي، وما وصل كفي غرب مثلا في بعض الدول الأوروبية حاليا مع المهاجرين، ولكن الإسلام جاء إلى أراضنا مع أول أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السابع هجري، القرن السابع ميلادي، في أول سنة الهجري، وما زال والمكان التاريخي موجود عندنا في مدينة ديربنت، هي في شمال القوقاز. ما نسمي هذا المدينة، اسمها المدينة؟ مدينة ديربنت. ديربنت. ما نسمي أيضا هذا المدينة باب الأبواب، يعني باب الأبواب، يعني باب اللي بيفتح الأبواب. نعم، بيفتح الأبواب. نعم صحيح، هذا في جنوب بلادنا، جنوب القوقاز. اي نعم، في جنوب شمال، جنوب شمال. نعم. القوقاز. صحيح، تمام. ومكان الثاني والمكان التاريخي في جمهورية تاترستان، من موسكو تقريبا 800 كيلومتر، مكان ما نسمي منطقة على حوض الفولغا، نهر الفولغا كبير معروف في روسيا. هناك مكان ما نسمي بولغار، هي سابقا كان جمهورية أو القيصرية بولغار، وأجدادنا أسلموا رسميا قبل 1100 سنة. قبل ألف أول مرة أعرف. نعم، رسميا كدولة. كلام مهم جدا على فكرة. مهم صحيح. ومثلا في سنة الماضي في كتير من الناس وأنا منهم ما يعرفوش هذه المعلومات. صحيح، يعني صحيح. وباقتراح من سماحة المفتي شيخ روع عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، كان له وده معترف به في روسيا. اي نعم، هو طلب أن نحتفل هذه اليوبيلي لألف ومائة سنة لقبول الإسلام الرسمي على درجة الفيدرالي. وفخامة الرئيس روسيا فلاديمير بوتين جاء بقرار رسمي أن نحتفل هذه الألف ومائة سنة في هذه السنة؟ لا، سنة الماضي كان. السنة الماضية. السنة الماضية. وصراحة كان حفل كبير جدا أو على عموم روسيا، لأن صراحة عندما وصل هناك وحضرها رئيس روسيا، رئيس هو بوتين، هو حضر بعض الاحتفاليات. بس يعني حضر. نعم، يعني نعم نعم نعم، وهناك ده شيء عظيم، عظيم طبعا. جدا، وكان صراحة على درجة العالية، وقمنا كثير من المؤتمرات على درجة الدولية، وهناك كان بناية المساجد الجديد، ووضعنا حجر أساسي لبناية المساجد الجديدة، وهناك فعاليات كان هامة جدا، وحتى حضر كثير من إخواننا من دول العربية والإسلامية. أنا عايز أسأل بقى، هل في تواصل بينكم وبين الأزهر الشريف؟ لابد لابد، هناك صراحة عندنا علاقة قوية مع إمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، هو صديقنا. فضلت الإمام زاركو قبل كده؟ ما زال نحن ننتظره في أقرب الوقت، ولكن هناك نحن زورنا كم مرة. أنا اسمح لي يعني أدعو فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب بأن هو يقوم بزيارتكم. نعم بإذن الله، لأنه ده يعني مهم. صحيح. مهم جدا يعني. صحيح، وإن شاء الله نحن نتمنى أنه في أقرب الوقت يزورنا إن شاء الله. هو على فكرة حد متواضع جدا جدا، معروف معروف، نحن ورجل كريم وفي الأخلاق. صحيح. بس هو أكيد وأعتقد أنه هيلبي هذه الدعوة بإذن الله. وهناك أيضا وأنا هكون معاه بإذن الله، ونحن ننتظركم بكل سرور إن شاء الله. وهناك أيضا الحمد لله علاقة قوية مع جمهورية مصر العربية،
كم مرة زارنا ووقعنا الاتفاقية مع وزير الأوقاف أستاذ دكتور طبعاً. مختار جمعة أو مختار جمعة صديقنا طبعاً. وكم مرة هو زار في بلادنا زارته زارنا في مؤتمرات وندوات وهناك أيضا عندنا برنامج ثقافية وتعليمية ما بين مسلمي روسيا ووزارة الأوقاف. طب هل في ناس منكم بتروح الأزهر بيحصل تبادل يعني بيروحوا يتعلموا هناك؟ لابد هذا كان حتى كان من عصر القديم يعني آلاف من الطلاب ذهبوا لدراسات في جامعة الأزهر الشريف والحمد لله كثير منهم اليوم يشتغل عندنا كأئمة والخطباء ومدرسين في جامعة وزارة الأوقاف في دور ليها برضو معاكو؟ نعم مع وزارة الأوقاف وهناك دورات للأئمة دورات تدريبية للتعليم وهناك ندوات الإسلامية. طب ده ليه علاقة ببناء الجامع الكبير اللي انتوا بتقوموا ببنائه هنا حاليا؟ نحن عندنا جامعات الإسلامية في داخل بلادنا في هنا موسكو. في روسيا جامعات إسلامية؟ نعم في جامعات الإسلامية موجودة الحمد لله يعني. في موسكو موجود جامعة الإسلامية بموسكو، جامعة الإسلامية في مدينة قازان في جمهورية تاتارستان، جامعة الإسلامية موجود في جمهورية شيشان، في جمهورية داغستان، في جمهورية بشقرستان. الحمد لله نشاطاتنا لأن حاليا ده شيء يعني عظيم ويسعدنا يعني جدا. هذه المعلومات يعني تسعد كل المسلمين في كل العالم. صحيح، لأن صراحة بعدما أخذنا الحرية من سنة 1991 أصبحت إمكانياتنا الحمد لله كاملة.